التليفون عشان يطمننا على كل اخبار المران. زميل عزيز شريف شعبان، اهلا وسهلا بيك ومساء الفل عليك. يا كابتن ميدو ولكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان، وباذن الله القادم انتصارات النادي الاهلي باذن الله الخير، باذن الله يكون قادم للنادي الاهلي الفتره المقبله. اكيد انا اتاخرت عليك يعني سامحني. استرجعنا ميك يا كابتن ميدو. طمني بقى على المران، وطمني على اللعيبه، وطمني على فايلر وكل اللي حصل في المران. خليني اقول لك ان التمرين كان في الخامسه مساء بحضور اسطوره النادي الاهلي، اسطوره العالم العربي، الكابتن الكبير محمود الخطيب رئيس مجلس الاداره، اللي كان حريص يتابع جانب كبير من تمرين الفريق اليوم. يمكن قبل التمرين كان في اجتماع ما بين مدير الكره الكابتن سيد عبد الحفيظ والمدير الفني فايلر مع الاسطوره الكابتن محمود الخطيب، وبعد هذا الاجتماع يمكن كان الخطيب كان حريص ان هو يتابع التمرين من ارض ملعب البيتش. يمكن فور نزول اللاعبين كان في جري حوالين الملعب حوالي 5 دقائق، وكان في تسخين من غير كره، وكان في تسخين بالكره، وكان النهارده كان في تحمل اداء شويه مستر فايلر عامله طبعا وتوماس مدرب الاحمال، وكان في دوائر بالكره واختتمها بتقسيمه، وفي اخر التمرين كان في تمرين تصويب على المرمى من الاجناب ومن الوسط. الراجل عمل تخصص على الجول عشان يقدر لاعب الفريق يعني يفنشوا الكور كلها، الهجمات اذا كان بالقدم اليمنى او اليسرى او بالراس. يمكن الراجل كان التمرين مركب يمين وشمال وبالراس علشان خاطر يقدر اللعيب يفنش الكوره لاهداف. يمكن تدريب الحراس النهارده كان قوي جدا، النهارده يمكن الشناوي تالق، الاكرامي، علي لطفي، مصطفى شوبير، تمرين قوي جدا بدنيا، اقوى يمكن تمرين شفته النهارده، تمرين بدني قوي جدا تالق فيه الاربع حراس. يمكن فنيا وبدنيا نمسك الخشب ما شاء الله الاربعه في زياده وفي يعني متالقين جدا في التمرين. يمكن التأهيل النهارده كان على الجانب الاخر لكريم نيدفيد قبل التمرين ما يبدا. يمكن كريم بينزل بدري شويه، الحمد لله تشوف كريم النهارده في التاهيل سبرنتات، بيفتح سبرنتات فخلاص بنتكلم في 10 12 يوم باذن الله، وممكن كريم يخش مع لاعبي الفريق في التمرين. مروان محسن النهارده يمكن بدا ياخد اجزاء كبيره من الكوره. مروان يمكن بنتكلم في حوالي اسبوع عشان في طبعا الواقي اللي هيلبسه الاهلي هيعمل له استيراد من دوله اسبانيا، ففي انتظار يكون وصول القناه علشان يبتدي مروان ويقدر يشارك في تمرين النادي الاهلي مع زملائه من غير اي مشاكل. محمود متولي خلاص في المراحل النهائيه بتتكلم يوم او يومين كتير جدا، وباذن الله يكون موجود في تمرين النادي الاهلي. النادي الاهلي كان معاد برنامج طبعا لمباراة القمة يوم السبت، طبعا بعد تأجيل المباراة بالأمس هيكون في لسه جلسات مع طبعا الجهاز الفني ومدير الكورة علشان يتبعوا على برنامج المباراة ودي ولا لا. الله يكون التوفيق والفوز بحليف النادي الاهلي كتير باذن الله. كابتن ميدو عندك اي استفسار؟ ده معاك والله يا شريف. انت المفروض تعمل لي اختبار كده، يعني ما تقوليش كل حاجه وتعمل لي اختبار كده تشوفني اسالك ولا لا. انت يعني بتخلص كل حاجه على طول. الشرف لك يا كابتن ميدو، موفق كده على طول كده يا رب باذن الله، وباذن الله يبقى الاهلي فوق الجميع. اكيد اكيد، ربنا يخليك يا شريف، وشكرا دايما ليك ودايما متالق ومغطي كل الاخبار ويعني بتعيشنا في التمرين. شكرا جدا ليك زميل العزيز شريف شعبان.